ما افعلها يا مكرم؟ والله يا اخي بدنا احول. هذا ايش هو هذا؟ انا غرقت يا اخي لبش شقه يتطور ملغ الطحين، انا فولي قطعه نيسه. ايوه وتستخدمها لك؟ والله ما احنا مطحنها، انا عند الله وعندك. انا اذا شفت راح اطحن يطحن لي مرضي. الله اكبر. طيب ما اشتري له بر، انا ما استرتها اشتري بر. بل نشتري بر كل يوم، انا اشتري اثنين كذا. وانا من اللي ارجع اطحن لي نيس. مزرعه الله وينظر الله ويرجع ضحي. يا الله ان شاء الله. كيف يتحول هذا احنا يا عم اكرم؟ ان شاء الله يرجع يتحول من بطحه من رمله الى ضحين بر 100%. والله بتتوهم انت قوي. اي انا فعلت مره هكذا قلتها قدام 5 سنين ما رجعت والله ورجع على الشمال بر. ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دريت لي بقعه انا قصيت وزره وهي دبي. الله اكبر. شوف بعد ما ذلك علق اجي مني دبي كله. قلت انا دريتك ذره. قال والمحل ما لك ذره دبي. قلت دريت انا ذره يا خبره. ما شاء الله معجزه. رجعوا والناس كلموا ذره واكلوني وجننوني بيقلموا ذره شعه. وانا بنقلم لي دبي. الدبي احسن من ذره. رجعت يا اخي ضويت دبي البيت. وصلنا على البيت يا اخي خليتهم شهر او شهرين. يبسي جيت اجحس من لا مش نذري انا لي منع داخل هي الملندري. ما بعد اكل سنه ما شاء الله. وهذا ان شاء الله قد عتبت علينا ما عاد لقينا ولا اي مفر. ان شاء الله بايرجع الرمله الطحين تتحول ضحي بإرادتي يعني. بإرادة واحد احد هو الذي يقول للشيء كن فيكون. صح ان شاء الله ما حيل ما يرجع الله الخير لنا. الخير ان شاء الله. وهو الرازق وهو القاهر وهو الباسط على كل شيء. سبحان الله العظيم. ان شاء الله يا اخي. والله اذا يا اخي هذا بنستخدمه هذا الرمله يعني بدنا نستخدمها ضحين. نفعلها يوم العرس. الله اكبر. والله ما نجدي لنا يا اخي مثل ما. فاذا قد وابصرها شوف. اثنين اخوانا ويرجع يزيد. هذا يا اخي لو ما يحلها الله. ما ضلع لك نزلة. ضلع لك نزلة. نعم. والله يا عم اكرم بنستمتع قوي قوي بوجودك. قلنا يا اخي انا دخلتموني الحين غلطتم لو ما دخلتموني عاصمة. انا غروالي في جسر الريف. في القرى. في القرى. لين الجسر المفلس هنا والمجرفة هنا. اه. وبعد ما عرقبت تروحن الى جسنا هنا وهنا. ضلع لك نزلة. نعم. والله يا عم اكرم بنستمتع قوي قوي بوجودك. قلنا يا اخي انا دخلتموني الحين غلطتم لو ما دخلتموني العاصمه. انا غروالي في جسر الريف. في القرى. في القرى. لين الجسر المفلس هنا والمجرفه هنا. اه. وبعد ما عرقت